نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بساحة مصنع كيما بمدينة أسوان. حضر المؤتمر عدد كبير من قيادة المجتمع المدني والأحزاب وحشد كبير من أبناء قوى ومراكز المحافظة. أكد النائب البرلماني مجد الدين حسيبو الأمين العام لحزب مستقبل وطن بأسوان أن ما شهدته مصر من إنجازات تؤكد بعد نظر القيادة السياسية وحكمتها، ودعا المواطنين إلى المشاركة السياسية وممارسة حقوقهم الدستورية والوقوف إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذا المؤتمر الحاشد الذي ندعو من خلاله وطننا ممثلا في دعمنا لرئيسنا، إن الوطن خاصة في هذه الفترة وهذه المرحلة أحوج ما يكون إلى التكاتف والتغابط خلف قيادتنا، وكلنا نشهد خطورة ما يجري حولنا من أحداث اتخذ حيالها قائدنا ورئيسنا مواقف بطولية وتاريخية، أكد في كل موقف منها قوة مصر وبسالة شعبها وأمانة قائدها. كما أكد السيد ياسين عبد الصبور الأمين العام لحزب حماة وطن أن الحاضرين جاءوا لاختيار الرئيس السيسي لاهتمامه بالصعيد، ولأنه قام بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بها. كلنا إيد واحدة بإذن الله في الفترة القادمة عشان نوقف مع رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وعشان نقول للعالم إن بالفعل ده جاي منقذ للعالم كله، للعالم العربي. اعتقد الموضوع واضح، واعتقد اللي مش هيروح يبقى هو ايه الخائن لهذا الوطن. وقال فضيلة الشيخ حنفي محمود مدير إدارة أوقاف أسوان أن مصر آمنة برجالها المخلصين إذا ما تعاونوا، مؤكدا أننا ما أحوجنا في هذه المرحلة إلى قائد حكيم. فإن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيد من قبل الحق تبارك وتعالى في ظروف نمر بها في منطقتنا العربية عامة وعلى مصرنا خاصة. وأكد نيافة القمص موسى رفلة راعي كنيسة بنبان أن مصر ذكرت في الكتب السماوية، وأنها تستمد الأمن والسلام والبركة من الله سبحانه وتعالى، ودعا الحاضرين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. الكتاب المقدس يقول بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء، فالقرآن الكريم يقول خلقنا كل شيء بقدر، إذا من أتى به إلينا منقذا لمصر هو الله سبحانه وتعالى. مؤتمرا جماهيريا وشعبيا حاشدا نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتخابه لفترة رئاسية قادمة، حيث أكد الحاضرون على دعمهم وتأييدهم للرئيس، وذلك استمرارا لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته.